تقريبا واحد 8 سنين ديال الكارير، حيت ديجا كنت كنخدم مع بزاف ديال لي زارتيست في لا بروموسيون ديال لي سينجل ديالهم اللي كانوا كيخرجوا لي البوم. اشتغلت مع بزاف ديال لي زارتيست اللي هما معروفين في المغرب وعلى الصعيد العربي، ولكن الاخراج جاء بعد ما خديت واحد التجربه كبيره في التعامل مع الفنانين، في العلاقات مع الفنانين، واكتسبت شويه ديال المهارات في الاخراج بعد ما سافرت على برا. درت واحد الفورماسيون يعني باش يكون عندي لي نوسيون دو باز ديال الميتي ديال رياليزاتور، وجيت الحمد لله المغرب. والفرصه اللي جاتني هي انني ديجا كان عندي واحد الباجاج، وكان عندي ديجا واحد العلاقه مزيانه مع الفنانين، هي اللي خلتني ماشي فرت راسي في السوق في فتره وجيزه، ولكن ديجا كانت عندي واحد الخلفيه مع لي زارتيست. هذاك هو العامل اللي ساعدني باش انني نشتغل مع بزاف ديال الفنانين معروفين في البدايات ديالي في الاخراج. اللمسه المغربيه هو انني كنصور في المغرب، يعني فيديو كليب ديال مزيان واعر كان غادي يتصور برا، ولكن انا وفنان دنيا باط ما اقترحت عليه انه يتصور، يعني هما خلاو لي الفكره عندي، كتبقى عندي الفكره انني نصور فين ما بغيت، ولكن اقترحت انه يتصور في المغرب. خدمت مع مخرج مع فنانه اللي هما من الخليج، حتى هما اقترحت انه نصور في المغرب. يعني حنا المغرب حتى حنا عندنا طاقات، عندنا كاميرات، عندنا الشمس، عندنا البحر، عندنا كل شيء، علاش ما غاديش نستغلوا داك الشيء حتى حنا ونمشيو برا نصوروا؟ حتى حنا عندنا ديكورات طبيعيه اللي نقدروا نصوروا فيها. هذه هي اللمسه اللي زعما كنعتبرها انها اللمسه ديالي. بصراحه داير حدايا واحد لافته كبيره كنشوف فيها دائما، هو انني اي كليب كنشتغل عليه اول واحد كيشوفوا الاخوات ديالي، وكتشوفوا الوالده ديالي. يعني الكليب اللي غادي تكون راضيه عليه الوالده ديالي، ونقدر نشوف واحد اخوتي في الدار، ونقدر هذاك هو الكليب اللي تقدر تشوفوا اي عائله مغربيه، ولا غادي نكون مفتخر انني نخدم عليه. وكاين كليب اللي غادي مثلا غادي تفرض عليه انني نصوره بدي كونديسيون اللي هما ما غاديش نقدر نخدم عليهم، واخا يكون الكليب ما نعرفش شحال البيجي ديالو ما نقدرش نصوره.